السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذا الفيديو اليوم خاص بالصرف والتحويل صفحة 103 مرجع في رحاب اللغة العربية للسنة إذا السنة السادسة من التعليم الابتدائي إذا سنبدأ بالسؤال الأول أسطر تحت اسم الفاعل سطرا واحدا وتحت اسم المفعول سطرين إذا تحت من اسم الفاعل غادي سطر واحد وتحت اسم المفعول سطرين يا عبد الرحيم كن عالما او متعلما اذا عدنا جوج اسم الفاعل هنا عندنا عالما وعندنا متعلما عالما على وزن فاعل متعلما على وزن المضارع بابدا حرف المضارع مما مضمومه وكسر ما قبل الاخر لا تنسى انك مسؤول عن مستقبلك مسؤول هنا عدنا اسم مفعول مسؤول اذا جوج ديال الاسطوره اسم مفعول صلاح المجتمع صلاح المجتمع المجتمعي متوقف متوقف إذا متوقف إسم آه إذا آه إسم فاعل إذا غادي نديرو سطر واحد على تربية الأمهات المجتمعي إذا يجتمع مجتمع إذا إسم مفعول المجتمعي إذا غادي نديرو جوج ديال الأسطورة المجتمعي إذا اسم مفعول على وزن المضارع بإبداء حرف المضارع عميما مضمومة وفتح ما قبل آخر يجتمع مجتمع مجتمع وطني المحبوب المحبوب إذا اسم اسم مفعول إذا جد اسمه حاضر إذا حاضر اسم فاعل ومقيم في قرارة نفسي إذا مقيم اسم فاعل إذا سطر واحد فقط غادي ندوزو دابا السؤال الثاني إذا عندنا الجدول غادي نكملو الجدول اذا حسب المطلوب اذا عندنا الفعل سنحدد هل هو ثلاثي او غير ثلاثي اسم الفاعل وزنه اسم المفعول وزنه اذا حسب عفوا اذا حسب المطلوب اذا الفعل الاول عدنا استعمل اذا فهو غير ثلاثي اذا غير ثلاثي اسم الفاعل منه مستعمل يستعمل مستعمل على وزن المضارع بإبداء حرف المضارع عميما مضمومة وكسر ما قبل آخره مستعمل عفوا مستع اسم الفاعل مستعمل كسر ما قبل آخره إذا على وزن مستفعل, مستفعل 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 اسم المفعول مستعمل إذا في اسم المفعول كنفتحو ما قبل الآخر مستعمل مستعمل وزنه مستفعل مستفعل غادي نمر للفعل الموالي عندنا اسم المفعول مقروء اذا الفعل قرا اذا الفعل قرا هذا فعل ثلاثي اذا ثلاثي قرا اذا اسم الفاعل قارئ قارئ على وزن فاعل اسم المفعول عندنا مقروء وزنه مفعول اذا هذا من الثلاثي اسم الفاعل المفعول من الثلاثي عندنا قاسم على وزن فاعل اذا الفعل ثلاثي اللي هو قاسم قاسم اذا الفعل ثلاثي اسم المفعول مقسوم مقسوم على وزن مفعول غادي نمر الان للسؤال الثالث اصوغ اصوغ اسم الفاعل من الافعال الاتيه مع الشكل عدل استبشر اكرم هام قدم تقدم استطاع اذا شنو قالوا لنا اسم الفاعل اذا عدنا الجدول اذا اسم الفاعل عدل عدل عفوا ماشي عدل اذا عدل يعني كان فرق عدل عادل استبشر مستبشر اكرم مكرم هام مهم قدم مقدم تقدم متقدم استطاع مستطيع استطاع مستطيع السؤال الرابع أصوغ اسم المفعول من الأفعال الآتية ثم أزنه مع الشكل شرب قدم قهر تعلم إذا هذه أفعال مبنية للمجهول شرب قدم قهر تعلم إذا عندنا الأفعال أو اسم المفعول إذا شرب مشروب على وزن مفعول قدم مقدم على وزن مفعل قهر مقهور على وزن مفعول تعلم متعلم على وزن متفعل متعلم على وزن متفعل اذا غادي نمر للسؤال الخامس استعمل او احول عفوا الافعال الموضوعه بين قوسين الى صيغه اسم الفاعل مع مراعاه حاله الاعراب اذا هدوك الافعال غادي نحولوهم ولا غادي نصوغو اسم الفاعل من انتشر من اسرع اذا استعمال الانترنت منتشرون اذا منتشر منتشرون هنا خبر منتشر لان المبتدا هو استعماله استعمال مضاف الانترنت مضاف اليه منتشرون خبر مرفوع منتشرون اسم فاعل اذا انتشر ينتشر اذا هنا اسم الفاعل على وزن المضارع بابدال حرف المضارع مما المضمومه وكسر ما قبل اخره جاء نادل المقهى اسرع اذا اسرع مسرعا اسرع يسرع مسرع اذا جاء نادل المقهى مسرعا كيف جاء اذا هنا حال مسرعا اذا الحال تكون منصوب مسرعا نمر الان الى السؤال السادس والاخير أحدد اسم المفعول وأرده إلى فعل الجملة الأولى لا تنسى أنك ماذا أنك مسؤول عن مستقبلك إذا اسم المفعول هنا عندنا مسؤول إذا اسم المفعول على وزن مفعول إذن فهو يعني تم صياغته من الفعل الثلاثي سأل سأل قاعة الحفل مزينة إذا اسم المفعول هنا عندنا مزينة اذا مزينه على زينة يزين على وزن المضارع ابدال حرف المضارع ممن مضمومه وفتح ما قبل الاخر اذا يا اذا مزين مزينه اذا مزين لان التاء هذه غير ديال التانيث لان اسم المفعول مزين مزينه في المؤنث اذا مزين ابدا حرف المضارعه يزي يزين اذا زين يزين ابدا حرف المضارعه ميما مضمومة وفتح ي ي إذا إذا الفعل هنا هو زينة زينة إذا هادو هما الأجوبة الخاصة بإسم الفاعل والمفعول إذا موعدنا يتجدد إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم مع الدرس المقبل إذا الخاص ب إذا أعتقد تراكيب إذا إعراب المثنى إذا ثم سنجيب عن الاملاء الالف اللينه اذا موعدنا ان شاء الله بعد هذا الفيديو لنجيب عن الصفحه وأربعة اعراب المثنى كونوا في الموعد الى اللقاء